بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعيني. اليوم حبيت أعطيكم نبذة مختصرة عن حياتي وشون وصلت لهيج مرحلة، وشون الأشياء اللي صادفتني بحياتي من أشياء محزنة ومفرحة ومتعبة ومريحة. بالنسبة أول شيء راح أبديكم بالنتيجة النهائية اللي توصلتها بعد هذا العمر، يعني عن تجربة. أول شيء، الحياة تجيك بها فرصة، دائما فرصة واحدة تكون ناجحة ومثمرة، فنصيحة استغل هذه الفرصة لا تفوتها عليك. أنا بالنسبة لي جتني فرصة بأن أتعلم مهنة، وطبيت بيها يعني شو أقول كل قواي، والحمد لله والشكر حولت نهاية، نقلتني من حياة إلى حياة أخرى. وقتك لا تضيع، وقتك لا تضيع، يعني دائما استغل أوقات الفراغ، لأن راح توصل فد مرحلة تتندم على الوقت اللي راح من عندك، وهاي مشكلة طبعا، الندامة بعد ما تفيدك. فدائما استغل وقتك لا تضيع أبدا. علمك لا تحتكره، لأنه احتكار العلم كارثة أنا أعتبرها. حاول جهد إمكانك تنشر علمك بأي طريقة بأي وسيلة، حتى إلى الناس الأقرب إليك، يعني لا تبقى مخزونة الأفكار والعلم مالتك بداخل دماغك، لأنه ما راح تحصل كل شيء، لا صدقة ولا أي شيء. حاول تنشر العلم، لأنه ترى نشر العلم ما يأثر على رزقك نهائي، هاي خليها ببالك دائما. اهتم بالناس، لأنهم الناس هم سبب إلى رزقك، والرزق على الله طبعا. دائما عقلك استغل استغلال صحيح، دائما اشبعه بالمعلومات، لا تخليه جامد، لا تخليه راكد، لأن هاي الميزة فضلنا رب العالمين عن باقي الكائنات بالعقل. فدائما حاول تنوع عقلك، لا تخليه بشي واحد، حاول تجدد، حاول تطلع على كل شيء، حاول تكون عندك معلومات عن كل شيء. لا تعطي انطباع بأنك وصلت إلى مرحلة من العلم أو مرحلة أو مكانة من العلم. إذا أعطيت انطباع عن نفسك فاعلم بأنك جاهل. دائما ابحث عن المعلومة، دائما ابحث عن العلم. تريد تنجح بحياتك، طور نفسك بمهنتك بعلمك، وحاول أن تتعلم من الصغير والكبير. يعني لا تقول أنا ما يصير أتعلم من الصغير، لا، أتعلم من الصغير والكبير. دائما انظر بالحياة عن الناس اللي مستواك، يعني مستواك فما دون، لا تباوع عن الناس اللي مستواهم أعلى من عندك، لأنه راح تتعب هواية. فدائما أطمح أن توصل إلى مرتبة أعلى، بس لا تقارن نفسك ويا الناس اللي أعلى من عندك، اللي قصدي يعني بالناس السيئين، يعني لا تقول فلان زنقين، فلان هيجي، فلان هيجي، لا، أرضى بقسمتك وعيش على مستواك اللي أنت بيه. الغيرة مطلوبة، الغيرة مطلوبة، وخصوصا بالعلم. يعني مثلا أنت تقول فلان من الناس معلوماته أحسن من عندي، غار من عده وطور نفسك، خلي معلوماتك أحسن من عده. الغيرة بهيج حالات مطلوبة. فهاي زبدة الحياة اللي تعلمتها، هاي طبعا راح يكون الدرس الأول عن حياتي، وراح أجيكم بالدرس الثاني، وشكرا لكم.